نظم حزب مستقبل وطن في محافظة ألمانيا مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في مركز بني مزار. شارك في المؤتمر حشد كبير من المواطنين في مركز بني مزار الذين أكدوا على دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه حقق إنجازات عظيمة خلال فترة ولايته، منها القضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والتنمية الاقتصادية. كانت مولونية طبعا لفخامة السيد الرئيس السيسي، فحاجة كانت جميلة جدا، واحنا كلنا بندعمه وان شاء الله بالتوفيق والنجاح بإذن الله. طبعا احنا جايين النهاردة نبايع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة لما شاهدناه من في سنوات من تطوير في كافة الإنشاءات والعمارات ووقوفه بجوار الدولة الفلسطينية.